تشوف نيف واخيرا طلعت نيف كذا تعرفه متوخر عنه يقولون انك معه. هذا هو نيف اليوم، هذا ستايل، هذا وضع اليوم. الله لي اشيل النظاره اكسنا منه وش يسوي؟ بس بالله بالله ايش رايك بالطقم منصور؟ خايس مو حلو. ها شلون خايس؟ عليه سيفين النخله ايش تقصد؟ خايس مو حلو. ليش ما لبست الثاني؟ التيشيرت الثاني عليه سيفين النخله ايش تقصد يعني؟ ايش قصدك؟ في واحد في عليه سيفين النخله وعلم سعوديه ومكتب منتخب السعوديه، شنو احلى؟ يلا تعال خلني اجلدك، من زمان ما بثيت يعني، انت خابر. انا اللي من زمان ما بثيت صدق، حتى تونا فاتحين يا عيال تكفون كبسوا ضغطوا الشاشه، خلونا نجلد منصور، من زمان ما جلدت منصور. اوه اطلع في قطر يود، والله يصمت صمله منصور. انا يود انا جاني مغص، والله جيت قطر قسم بالله جاني مغص. تذكر يوم اقول لك مثلي غثيان وجاني مغص؟ ليش جاك مغص؟ لا مو من قطر يعني، قطر لب قلوبهم والله ونعم، بس انا اقصد انه جاني مغص يا ولد، ما ادري كليت لي اكل مسموم، ما ادري ايش السالفه. زي ما له شغل الحين داعم من قطر 3 مليون. مبارك قاعد يسب قطر والله، راح دعم. هذا لو امجد قطر دعم يعني ما فرقت. يا طلعتوا المركز الاخير، مبارك يا مركز الاخير. طيب انت مو قاعد تقهر مبارك، قاعد تقهر الداعمين اللي عندك. اوكي يا جماعه ناصر اللي عنده لحظه ادراك ان المركز الاخير بعد، حتى انتم احنا برا القاموس. يكفي ان الكويت هي اول من تاهل لكاس العالم. نعم هذه حالتك. ويكفي ان الكويت اول فرحه ما يسلم. ويكفي ان الكويت اول رئيس اتحاد ينزل على اللعيبة ويمحطهم بالعقاب في الملعب، هذا يكفي. هذا هو الكويتي الدبل. كاس العرب كاس. ايش فيه؟ انا اليوم اقول كاس، لا مو كاس اسيا، كاس العرب اللي في الدبل بقفلوه. يلا يا شباب، يلا خل محطه، ترى هذا اللي خسر السعوديه اليوم. هذا اللي خسر السعوديه، قفلوا الدبل وعاقبوه. ثم يلا قفل الدبل عندنا، قفلته؟ انا ما قفلناه، ما قفل. شباب قفلوا الدبل يا عيال، بالله جولتين منصور. كم تبي حياتي؟ جولتين ترى، مو عشان جولتين يعني عشان افوز، عشان اشوف وجهي. ناصر قبل الدبل يا ابو ناصر، جاكم الاعصار ما حد يطوله. وقول اي والله، وخر عن طريقه عشان يرجع السعوديه. اصبر عيال، تكبيس فيكم، تكبيس عيال بنات عيال، يلا ضغطوا الشاشه قايش، ضغطوا ايش فيكم شباب؟ بالله عاد يلا يا عيال. انا
بلغوا. ما وش معنى سعوة؟ ترى قاعد امزح. سعوة يعني قصير. اي صدق. تعال انت توك راجع من دبي صح؟ لا قبل قطر جاي دبي. يبي يعلمنا ان جت عشرين ديسمبر. بتجي. صدق بتجي؟ لا يمكن اكون بلندن. هاي طيب لندن ترى نروح بعد عادي. خل دبي ترى فاضي الام ام السالفه. انا خل دبي ترانزيت حبيبي. انا يا ولد حفل كذا مو فاضي لهم. انا يا ابن الحلال يا لي اسمع نجلس جنب بعض فهمت ومثلا كذا كلنا حبيبي مو فاضي. انا عندي اسمع اسمعني كذا كلنا نجلس جنب بعض فهمت كذا وجالسين كذا على اعصابنا منها الاول فهمت كذا ثم بعده يقول وينر ان ذا يير منصور الزايد. تقوم انت تسوي كذا بالبدله وانا نقول وش السالفه الدعوه نفس البالندور. بالندور فيم بالندور حقت اللعيبه افضل لاعب في العالم. الله يقطعك فيها مراكز نكبه. لا بيصير فيها والله بيصير محت فلكسبلور يا اخي. والله يقولون فيها مراكز صدق بيصير فيها محت فلكسبلور بكل جمهور بيقوم على الجمهور الثاني. شوف لا انا اللي فهمته ان المسابقه هذه مو مسابقه هي حفل. الحفل هذا اول ما نجي يرتبوننا يعني مثلا شلون اقول لك مثلا جايبين 30 شخص حلو. 30 شخص هذول يصفون منهم مدعوين ال 30 شخص هذول بس يصفون منهم للمسابقة كذا اللي يقولون اسمهم 20 مسابقة. شنو يا أخي؟ مو مسابقة يا أخي. شلون أشرح له يا عيال؟ شلون أشرح له يا أخي؟ فهمني أنا ما فهمت شيء أصلاً. قالوا لي دعوه بس الدعوة هذه شوف يعني. الحفل اللي بيسوونه في دبي هذا طال عمرك حفل نهاية السنة للتيك توك. الحفل هذا فيه جوائز أوكي. الجوائز هذه نفترض منصور زايد الأول. لا تفترض نفترض ياخذ 100,000 ريال مثلا مثلا منصور زايد المركز الثاني ياخذ 60,000 كذا فاهم؟ حلو بس لا يا اخي امخذ على ناصر السبيعي الاول ولا انا الاول والله انا ما يرجع ما همني لا اول ولا ذا. ادري اني ماني ماخذ الاول. بروح استانس انا ما ادري سالفتهم بس مع نفسهم حبيبي. شلون؟ نيف يقولون نيف خذ الثالث. بس تصدق شلون نيف يا الربع نيف ضايع والله انا ضايع نيف ما تحدد شيء. الا عاد كان مشرف يا جماعه دقيقه يمكن مشرف او مشرفته مسربين. ضيفوا الداعمين وجاب العيد هو قالها. شكرا على وقفاتك الجميله مع ناصر السويدي وشكرا لانك دائم معه. الله يعطيك الف عافيه. يمكن مشرفته قال لا تعلم احد وجاب العيد تكلم سويدي القلب. ثانك يو يا شيخ بشرى ضي انعج. بس عاد تبي صدق منصور عزيز إسراء شكرا الداعمين اللي انتم. ها وش اللي الا جت رساله الثالث يقولون شوف بعد تبي صدق مستحيل المراكز تطلع. والله انك صادق قاعد منصور. وش بتصير فيه حسيه لو مثلا والله بس هذه مسابقه اللي ما يرضى يطق راسه في الجدار. وش يعني مثلا خذيت الاول مسابقه المفروض انا اقول لك انا شوف انا والله ما اهتم حلو مستحيل راح اهتم بس المفروض بالعقل انك انت تبلغ للمشاركين تقول من الموعد الفلاني الى الموعد الفلاني راح يكون مسابقه تحديد المركز الاول سواء على دعم على ايا كان. منصور شوف انا ما لان اقول لك حاجه اقول لك لا ناصر لاني انا خابرك انت عاقل يا اخي. انا رايحين ترى هناك نستانس والله العظيم انا رايح ابي استانس بس طبيعي يقول انا رايح استانس بس في ناس بقول لك حاجه عشان تدري ان المسابقه ان كانت صدق ايش وانا؟ السويدي ايش فيك؟ اسمع هاي بس ايش فيك؟ هذه احتفاليه يعني ناصر مره غالي. شوف انا اذا احد مثلا دعمني جديد اقول كذا بس اذا دعمني واحد اسوي كذا. اوكي طيب اوكي كمل فلسفتي يلا. لان ناصر سبيعي مثلا خلينا نفترض ان ناصر سبيعي دخل قبل شهر. أنا يا منصور داش قبل 6 شهور. هل علمتني مشرفتي عن هذا الشيء ولا أقطع كلامك؟ وش قالت؟ مشرفتي قالت لي طال عمرك نحسب للمتسابق من يوم قال في أول بث السلام عليكم أنا يوم الدنيا فهمت؟ أيوه من أول ما دخل منصور الزايد تحسب له النقاط.
ولك من هو آخر واحد دخل في البرنامج؟ سعود، صح ولا لا؟ سعود بيتضرر. ليش؟ لأن آخر واحد دخل هم بيحسبونها على متى دخلت، مو وقت محدد للناس كلهم، فهمت الفكرة؟ أوكي. عشان كذا ملاحي أكثر واحد متضرر، ملاحي بعد سعود. هو ملاحي شوف قوي، بس من ناحية النقاط مستحيل يعني يوصل نقاطي نقاطك نقاط الشباب اللي من زمان داش التيك توك، فاهم؟ أهم نفس الحكاية سعود. سعود لا 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 سعود، لا والله سعود، شوف من خلال خبر يعني من خلال حساباتي أنا أشوف سعود الصدق تعداني كنقاط كدعم. أنا أتكلم، أنا معاك أنا أتكلم بالمنطق، يعني صعب إنه يكون يتعدى مثلا يتعداني ولا يتعداك، صعب صعب صعب، فهمت؟ ما في مقارنة، ما في مساواة. شوف اسمع، إنا بنروح هناك وانا انا بروح نستانس بالمية، كل المتسابقين مستانس. انا اتكلم عن البطولة بشكل عام، الحفل بشكل عام. صح. اسوير ارحب يا سارة. ايه سارة الترحيب، عشان احنا جايين الامارات ان شاء الله. ثانك يو سارة، الله يبيض وجهك. بنايا حسن يا حسن دون الله، كلاس السويدي. شو بلعك انت؟ شو؟ طلع ناس السويدي، انا اوريك. شو بلعك انت شو؟ هو قفل الدبل. يا شباب صح؟ شيروا الداعمين. يا عيال والله العظيم ما يمدي، ماني مشير داعمين يا عيال، انتم تستهبلون. شير داعمين، ماني مشير. شير ماني مشير والله. عاد ينفاز منصور يستاهل، وينفز لنا يستاهل. مخلصين. لا تشير فشله، اكيد فشله. وش تشير الدعم؟ كانك تقول، كانك تحط يدك في مخبه. سلامات. اما يجي الداعم من نفسه ولا الحبيب؟ الله يبيض. اسمع يا الصدامة ضي سويدي القلب. صدق بتجي ولا لا؟ والله يا طويل العمر انا اقول لك الصدق، انا رجال مطفي مخي، ما بي مشاكل، ما بي بلبله، يمكن اكون برا. اقول تعال بس عيني اخي، خلنا نشوفك ونستانس. اشوف انا للامانه ان كاني برا يمكن اقول لهم احجزوا لي روحه جايه. يا اخي لندن، انا داري انك كنت بتروح لندن نهايه السنه. طيب نهايه السنه راح 27. لا ما يصلح. ليه ما يصلح؟ ان شاء الله انت خبره يعني. تبي تلحق على كريسماس يا المخنز. لا بروح انا قبله ان شاء الله. احنا تاريخ الحين واحد، يعني خلينا نقول الحفل من الان 19 يوم باقي له. عرفت شلون؟ ف يعني خلينا نقول بعد 10 ايام طاير انا مسافر. يمكن احاول ازرق لكم ورده. انت غبي. اي ليش ما تروح قبل نهايه السنه بخمس ايام مثلا؟ ليش تروح قبلها بعشرين يوم؟ سلامات ناصر. ها خلني أحكي. بكيفك هو، بالنهاية بكيفك. أنا والله بكيفك هو، بس يعني أنا أقول يعني. لا شو هم كذا الكويتيين، ترى الكويتيين ما شاء الله عليهم، إذا سافر ما يقعد أسبوع، شهرين، ثلاثة شهور. يا رجال أنا طبيعة فيهم. أنا جاي الرياض على أني بجلس يومين وبرجع. قعدت ما أنت بجاي ميدل بيست؟ لا وشي ميدل بيست؟ ميدل بيست هذا أكبر حدث في السعودية كل سنة. هلا سارة، هلا جماعة ضيفوا الداعمين. تراني مسوي إعلان ميدل بيست في السناب، روح شوف. يا حبيبي شنو ميدل بيست هذي؟ هذا أكبر حفل يصير في السعودية كل سنة. وش كنت قاعد تسوق لعندي؟ ما سوقتها بالحلال، أنا أقولك إيش فيك أنت؟ لو سمحت أعطيني فلوس. أحلف كم أعطينك؟ يعني انت ما تبي يعني الفايده يعني؟ خلاص عطني 20% من المبلغ اللي اعطوك عشان اسمح لك انك انت تعلن عندي. خلاص تم. اوكي. عموله تخسي نسبه. الحكم الاول يا ناصر. حكم ليش؟ حكم ايش فيك؟ لا
الحكم الأول يا ناصر لو سمحت. السلام طال عمرك. تقطع السماعة. نود ها الحكم الثاني. صورة العرض. يا سبحان الله ما تتغير أحكامك ما تتغير. خلاص شطة كاملة. عشان أغير أحكامي. الرابع. تفقس بيضة في جبهتك. تكفى نفذ في شطة تبي أشربها؟ خليني أشوف الشطة ولا شيء. والله ترى شوي لأني شارب منها أمس. بديت خشمك الشيخ. شارب منها شوي أمس والله. هذه تكفي فنجان. أشوف رج الشطة. والله شطة قسم بالله ها. والله شاربها أورانس حاكم علي أمس. يلا جغها. الله يقطع. وين؟ في الرياض. اي والله في الرياض. شلون الرياض؟ يا خليني بشرب مويه قبل الشطه عشان ما يرسل. شلون الرياض؟ ها؟ شلون الرياض؟ زينه تجيب العافيه. شلون اداء المنتخب اليوم ناصر؟ ها؟ ناصر شو تقول في اداء المنتخب اليوم؟ شو تقول في اداء المنتخب اليوم والعويس والشباب؟ شوف منتخبنا يعني في كاس العالم ادى بشكل يعني اسطوري جدا وانا فخور بان هذا منتخبي. بس مباراه اليوم ما لعب الا العويس الصدق. تمحط العويس على وجهه بس والله العظيم انه يعني ما قصر. يعني انت تشوف ان العويس كان ضد المنتخب كامل؟ ما شاء الله. بس الشباب مصابين يعني ما تشوف انه ظلم انه كان في نقص في المنتخب؟ وشو يعني يأجلون مباراة عشان مصابين؟ ما فهمت يا اخي. مشكلة الكويتي لا سلف في الكورة. زين ايش تقول منتخب الكويت دام انه موجود في كأس العالم؟ اقولهم ان شاء الله المنتخب الكويتي بإذن الله انه يكون يعني يكون ان شاء الله بإذن الله له عودة. ايه لانه منتخب جدا اسطوري ومنتخب يستاهل. يكفي ان هذا منتخب الكويت هو اول منتخب تاهل لكاس العالم، اول منتخب عربي. ليش مو قاعد تشرب شطه عادل؟ قسم بالله قاعد اشرب والله. ها زين ناصر بتحضر كاس الخليج في العراق؟ وين بالعراق انت بتحضر؟ اي انا بروح سياره للبصره ان شاء الله. ابد ان شاء الله نحضر سو معاي خلان. خلان منهم؟ خلان الشده. خلان الشده وهذا خلان شو اسميه؟ الطير. ها يا حبيبي شنو تشرب قطارة انت؟ يلا اوبا ناصر ما في جولة يا ناصر. ناصر كم ضرب ناصر سواقي يا بعد امر المخاسر عند الذنيب الله. سويد القلب بديت خشم يا حبايبي اهل العراق. ناصر يا رب قلوب. سويد يا اخي ايش اقول يا اخي؟ بعد لا 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 ايش دعوه ايش دعوه؟ دعوة. ناصر اي فندق بتختار في دبي؟ ها آه ناصر؟ ناصر؟ اي فندق بتروح؟ اوه ما شاء الله شربتها كلها. بسم الله عليك. انا فيني قولون حسبي الله عليك. كلنا فينا قولون، انا فيني قولون. هضمي ولا عصبي اللي فيك؟ كلها. لا انا فيني عصبي. تبي جوله؟ اي تعال تعال. تراني والله راحمك في الاحكام. تعال تعال. بتفوز علي يمكن. ترحم من انت؟ طيب. من انت عشان ترحمني؟ تعال. والله شنو؟ ناصر سويدي شنو؟ شباب بالله تكبيس ها؟ ناصر سويدي والله ناصر. خبطت.
اقول لك انا لا رحت دبي ماسك الا فندق واحد بس ما غير. وين؟ اس ال اس. ها؟ اس ال اس ما اعرفه. انا اسكن في احد ما يعرف اس ال اس؟ شو اسمه؟ ادرس داون تاون اكيد تسكن فيه. شو اسمه؟ لا ادرس. لا مو ادرس. ادرس سكنت فيه مره خذيت اوف جميل بس انه ماخذه انا وقت ما ادري اي وقت اي في الكورونا. وش وين تسكن؟ ذا بلد. لا ذا بلد خذيناه هذا بس اللي على نوافير شو اسمه؟ نافوره دبي. تخيل اقوم من النوم اتمغط على بلكونه النوافر دبي وبرج خليفه. طيب السلس قدامك؟ ما اعرف قدامك برج خليفه. انا اسكن في الثاني. لا يعني المسبح الكبير اللي فوق عرفته؟ قول عرفته. اي عرفت عرفت البرجين اللي جنب بعض. ما اعرف بس سكاي فيو. اي سكاي فيو حلو. ايش اسمه بعد؟ ارماني اسمه ارماني اللي في برج خليفه هذا اي بس انا سيء سيء جيت انا سيء. لا والله حلو كنت اسكن هو بس والله مو حلو والله ديكوراته شوي كئيبه اي كذا تحس انه مغمض قد سكنت فيه مره بس حلو ساره لوزيل طيب رجع حط مخفي الله يرضى قاعد معنا امس لا عمري يا لوسيل لا لوسيل يدعمني ضدك عادي نفس ناصر السويدي يدعمني ضدي عادي ما عادي انا عادي بس يمكن رجع يمكن لا لا لوسيل من متى وانا اعرفه جاك تحي يا بعد عيني يا لوسيل لوسيل على الصدام يا بعد عيني اخ الله يحسب عليك يا منصور اتظن انك عندما احرقتني ايه تبي اخليك تغسل يدك شوف ايقونة الدعم الثاني بس لا مو بندك لا مو بسيري قلت صباح الخير صباح الخير مرحبا وسيل انا قايل لك ترى مو لازم تدخل تدعم معلمك انا وقايل اكتب وخذ راحتك وما عليك من احد الدرجة الاولى قول باي باي بطني خبط وين هي سالم يا سالم سالم قد هو على ثانك يو يخرب بيته شفت لي شوت فاولات اليوم مع المكسيك رجال رقم 10 خيره والله ما ادري لا لا مو برقم 10 في واحد من يوم شفته تشقرب قلت بس احنا خسر يخرب بيته صدق مو تشقرب شلون ما ادري لوزانو انت قصدك لا لا خل ذا يا اخي اللي يشوت فاولات هي بوجهه رجع كلهم قبل بولندا والحين جوله جولتين مصر كيفك كيفك انت ايش تبي انت بنت دبي ها عشان ما نختلف كيفك على حسب جوله جحفلة جولتين جحفلة جولتين جحفلة من أي ثانية طيب؟ من 10 ثواني وتحت تبه؟ رد الجحفلة مسموح أي مثلا أنا دعمت يعني مثلا خطوطنا جنب بعض دعمت دعم اللي عندي الثانية 11 أنت بدك الجحفلة أي وقت عادي فهمت النظام؟ إيه Vamos! 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 Victoria Strestroni! Mexico, get it. جحفلوا جحفلوا جحفلوا
سالم يا سالم، سالم النعيمي. يا عيني يا سالم النعيمي. قسما بالله القدرة. عادي عادي، يعني يصل متأخر خير اللي يصل. سالم النعيمي شكرا والله. أبو جابر، يا أبو جابر بالله ضيف الدعمين الله يهينكم. ما طلعت عندك؟ طلعت بنت، بنت دي اكس اتوقع من دبي صح. شكرا سارة، الله يبارك. جحفلة يا منصور. ناصر يا جماعة ضيفوا الداعمين اللي عندي واللي عند ناصر. بالله ضيفوا الداعمين الله يهينكم. الحين الحكم الأول أنت جحفلت.
ترى الموقف هذا قد مر علي زمان يعني. إيه قد مر علي زمان ويعني وقد يعني انطعنت في ظهري. سوري يعني. بس رايك فيني وانا لهيك من الجولة عشان افوز عليك؟ لا انا مشغول مشغول ما اقدر اروح والله، روح لحالك. الحكم الاول يا ناصر. الله لا يهينكم الداعمين، دقيقة خليني اشكر الداعمين. والله اقسم بالله قهر يا اخي، شوف 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 سكور. غبنا قسما بالله. سالم سلطان وتركي وكوكا وفيدو ولوسيل، يا بعد عيني يا لوسيل. شكرا يعطيكم العافية، ما قصرتوا والله قسم بالله. العصيمي يا العصيمي شكرا امبريلا يا وحشة. انت بنايف ايه، انت دبي، بجابر، حليمة، فيصل فضلي، سالم النعيمي، الله يديمك رجع شوق غدو. شكرا شكرا شكرا. ناصر اسامحك الله يهديك يا منصور، اسامحك كيفك رب قلبك عاد بس يا رجال الحكم الاول يكفي ذا الشطه، ايش لنا لعب فيني؟ خلاص الحكم الاول والله لعب فيني اقسم بالله. تحط كراتين ماي عند مسجدكم بدون ما تقول والله يا منصور، ابشر باسمي وباسم الداعمين وباسم الجمهور ومكبسين كلهم، باسم كل اللي موجودين في البث، باسم المسلمين كلهم كافه، الله احد محدد، الله يبارك فيك ربعينك من عيني هذه قبل هذه ابشر. ليتشي الله يسعدك منصور، كان قست جدا جميل جدا جدا ويعطيك العافيه واستودعك الله. يلا نشوفك على خير يا حبيبنا. يا هلا بالشيخ يا مرحبا. طوارق الوصوت حدنا حفيدة لك بالوطيب عيالها شعلومكم يا شيوخ كيف حالكم؟